السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل حاجة حلوة كده في الكسري ده. الفريم اللي جاي في الشاشة الأصلية بتاع العربية بتبقى جاية الشاشة لوحديها في الفريم، والجسم بتاع الشاشة في العربية اهو. دي الشاشة اللي كانت راكبة متوصلة على هو نظام الكوري كده او المعاقين. كل عربية المعاقين معظمها نازلة كده. احنا بقى حشنا ده كله وركبنا كاسة دبل بيز 40 50، تمام. وادي الفريم اهو، بصوا بعد ما حشنا الشاشة استفدنا من الفريم بدل ما نغير مراجل فريم وشاشة 9 بوصة. قال لي معيش التكاليف دي كلها، فاحنا جبنا الشاشة دي وركبناها على الفريم الاصل اهو. وممكن ترجع كل حاجة زي ما كانت اهو. شاشة 7 بوصة ركبناها مكان الشاشة اللي كانت جاية. العربيات المعاقين اهي كسري. طبعا الزر اللي تحت مش شغاله. احنا طبعا شغلنا المالتي بتاع العربيه وجبنا له فيش على فيشه او الايزو يعني اهو. بنقلب من الطاره زي ما انتم شايفين كده. احنا وفرنا له مبلغ كبير خالص. بدل ما يجيب شاشه 9 بوصه وفريم هيخش له في 4500 مثلا. لا احنا ظبطنا الدنيا وركبنا له 7 بوصة وكل حاجة على وضعها برضه اهو، تمام. وكانت راكبة كاميرا على وضعها الأصلي برضك، ركبناها على الشاشة. طبعا بنعمل لوجو العربية. الدبل بيس فيها لوجو العربية. نجيب لوجو الكيا عشان تبقى كأنها بتاعة العربية الأصلية بالظبط كده. احنا هنختار لوجو الكيا. أول ما نقفل الشاشة ونفتح هيظهر معانا لوجو الكيا. يعني بمعنى صح، معاك فلوس معكش فلوس ان شاء الله هنركب لك الشاشة وهتبقى على وضعها الاصلي، مفيش اي لعب ولا اي قطع في اسلاك. ده لوجو الكيا اهو. ياريت تتابعنا عشان نوصل لكم كل جديد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع سوند جديد او تعديل جديد او شاشة جديدة مع تحيات حمادة دي جي.